احكي لي شو في التنزيل ربي عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه خلاص هاي في نغير هيدي. انا مش عايش. نعم انت قول عندي يعني. ايه ما انا الصحفي اسي. اه وليش الاسه مش الحال بحب خليني أدوك. ايه حتى تبل ريقك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ الحمد لله. إن شاء الله بخير. الحمد لله نشكر الله. نحن انت معروف باسم عبد الحفيظ. عبدوني. عبدوني. نعم. الله يحفظك يا رب. هو شو البير عندك شو اسمه؟ ابو احمد. الله يحفظهم جميعا. الله يخليك. كم ولد عندك؟ عندي 52. 52 الله يحفظهم جميعا. الله يخليك. شوي هاوني شوي بالبرازيل. من جميع بالبرازيل بامريكا كذين سبحان الله. اي نعم. لا بالبرازيل ما عندهش. بالبرازيل ما عندهش بس بامريكا. بامريكا. بحكي لك شو صار معي ومع الحجالي. ايه منيحه هاي. ها؟ الا. انت بدك تعرف؟ بلى. بالزمنيت. ايه. انا كان عندي مزرعه دجاج. نعم. والله بروح الشباب يزوروني. مين؟ والله ما في جيب حسين وهبي. ابو عرنوس مصطفى جروش توفي. نعم. ثلاثة أربعة يعني حاكموا علي قلت روح جيب لنا لحم من كامل منيح ما فيش عندي مكان رحت للحج علي قلت له بك تحيرنا على المكنة جايني مصايب هم بدي يضيف قال خذي أخذ أنا جبنا له لحم وجيني لقيت حسين وهبي بتعرف حسين؟ بعرفه إيه لقت العربية معبيها قرعة من شجرات علي زيتون. ايه. وجاي بس اجى بيك ثوبه تيه بده يتخبي. ايه. قال له شايفك لا تخبيش. اي نعم. انتوا المرحوم بي جيران بال ايه. هو كان عنده متير وانت عندك مزرعة. ايوه وعندي متير كمان. يعني. كان عندك متير كمان؟ اه عندنا متير. زراعة. نحن قابل فتحنا قبل كل حاجه. نعم. كنتوا تزرعوا الحقلي و... شو تزرعوا؟ بندوره وخيار وكوسه وقامح بس وقامح من جميعه. نعم. مره بالزمان سهرنا بحمد عساين. نعم. هن قرايبه. نعم. امك قرايب احمد عساين. ايه ونجلس. صح صح. ونجلس. يجيب مره فرودي من امير من البرازيل بس واحد جب له فرودي. بده طلعهم كبر طلعهم. ايش طلعهم؟ لا بالمركب يعني. نعم. والله اخذ الصبي نجده وزهو نجده واختي. نزهه. نزهه ونجده. او زكيه ايه. نجده. نعم. بقى راحوا لعنده عبير قالوا الامر هاي قالوا بسيطه. نجدي. ايه. راح على البور على المركب. عم تنزل الركاب وتطلع الركاب وتنزل الركاب. طلعت. ما حدا بيحكي بتطلع. حلو. ما حدا بيحكي بتطلع. لا بنزل بيحكي بس. ايه. راحت حطت الفرود بصدري. ايه. طلع. وطلعت فيها البواب على الواحد. قالت وين نازل؟ مش هو نادي يمكن نادي وين هو؟ عمي من شافه؟ قلت لي جد صح قال لك كبر جدي دولي على والله نجد دوت على رجل بالمل في بعد حسين وجعلتي اي قالت لي ليه؟ ذكية ما شاء الله ابضاي ابضاي اي والله ابضاي لما كانوا السوريين وعبد المسيح وهايكي شو بتذكر كيف كانوا وكيف كانوا معاملتهم معك؟ عبد المسيح كان فيش منه بالعالم. فيش منه. كان فيش منه معاملته غير شكل. يلا طيب معاملته؟ ايه. فيش منه. مرة بواحد مدور المتير عندي. ايه. كانوا متلجين المزرعة متلجين هنا. نعم. صار يدفق السطح الخزين صار يدفق السطح. تل الخزين صار يدفق السطح. شوف هون كان قاعد عند مصطفى عبدوني صح شوف وغار على الاوتر متير
لك مين اللي يدور هالماي؟ من هاي يعمل هاي؟ قالوا له فلان، قالوا يجي لهان. اثنين متيرس وسكروا البيت. سكر. لقط. قال لهم كلب بيك كثير على على هالمشروع يا. ولقط وبلش في حاله. اي. يمكن قتله بالمره مش عارف. اي كان عنده عادل. عنده عادل كثير. عنده عادل. لما طلعوا الدبابيت. نعم. لما طلع الدبابيت فلوا. نعم. مشي قدام الدبابيت بلوس. هذا حي هيك وقف هيك ويعمل هيك. لا طلع من لوس. حلو. ايه. ما شاء الله. لكن منيح. فيصل. نعم. فيصل. على الوين؟ على الوين. نعم. بيعرفوا. نعم. صار في عرس هنيك عند بيت شو اسمه؟ بلوس. بلوس ايه. الله صعب الرشيش. ما هو ممنوع. ايه وقوي. بلش اخوي تطططططط جت اثنين ضرب. قالوا نروحوا جيبوه. راحوا. يا فيصل طالبك الضابط. قال شو بده؟ قال له بده اياك وبده الرشيش. قال له هذا الرشيش. قولوا له بده شيش. حلو. ايه. ايه. وما ما اجى شو ما راح شو ما راح. بس شو. نعم. بقى جابوا له الرشيش. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال حاج؟ كيف صح؟ يلا ميخايل. الحمد لله. الله يوفقك ويسلمك معاك. شو بقول؟ عم نعمل مقابلة. عم مقابلة صحبي. الله يحييكم يا رب. سلم على جده. يا رب. الله يحفظهم يا رب. اي نعم. وايام الحرب خليني اكفي لك. نعم تفضل. فيصل فيصل ايه. ثاني يوم قالوا نروح جيبوا. اي نعم شو بتريد؟ قال لي يا فيصل مش عيب عليك. ممنوع له وين من شو عيبك شو عيبك انت؟ قال لهم بلا قوات. واعطيتك الرشاش. قال له خذ رشاشك ولا بقاش تعيد. حلو ما شاء الله. قلت حلو. هذا اعطاه الرشاش. اعطاه اياه. انه كثير منيح كان الزلم. كان من افضل الجيش السوري هذا. افضل شيء. ايام الحرب 88. ايام الحرب 82. ايه. كنت موجود سمعت الضارب كيف كان؟ ما سمعتش الضارب. ما كنتش وين كنت؟ البرازيل يمكن ما بعرف. ما كنتش ها بايام الحرب 82. يا الله اعلم ما كنت. لا كنت. ايه. كنت رحنا على سوريا بلى. هربت على سوريا. عزبديني. عزبديني. مع العالم اللي راح. لا نحن رحنا على شو اسمه؟ مش الزبدين؟ ست زينب. ست زينب. رحنا لهنيك. قعدنا هناك ببيت. حد الاوتيل. ايه. الاوتيل دبرنا اياه قعدنا فيه. نعم حلو. ايه قعدنا شيء 3 أشهر. يا لطيف. اجت كل لا اجت كل العالم نحن. انتم انبسطتوا هناك. لقيتها حلوة. الله يسلمك. الزلم كثير كان منيح في حقنا. صاحب الملك. ظليت. ظلينا ايه. طيب اللهم صل على محمد. اي سنه رحت على البرازيل؟ كنا على البرازيل شوي. شو بدي احكي عن البرازيل؟ اي سنه رحت؟ تقريبا من زمان ما كنتش عارف. والله من جلبيل. في الخمسينات؟ رحت بالمركب ولا رحت بالطياره؟ بالمركب. رحت بالمركب. كيف كانت الرحله؟ قعدت شي شهر لو وصلت. 25 يوم. 25 يوم. ووين قعدت بالبرازيل؟ قعدت باول ما رحت بلابا. لابا. قعدت شوي بلابا وتنقلت على سانتو اندريه. على سانتو اندريه. ايه. اللهم صل على محمد. بلابا شو اشتغل؟ مسكاتي امبولنت. مسكاتي ورحت مسكت. كيف يعني مسكاتي؟ بضاعه بالشنطه. بتعملوا شنطه؟ بضاعه. وبتدق على البيوت؟ كيف فرجيني كيف كنت تحكي؟ هي ما هيك بتزقف. بنزقف. كيف؟ تشتري بضاعة؟ ايه. تقول لك ايه لا. ايه. فيها بدق عليها مرتين بالنهار تقول لك اطلع ثاني. دقيت علي. كنت تتعذب وصعبي؟ يا عم نشتغل صعبي من صعبي. عم نشتغل حاطين راسنا نشتغل. كانوا الوضع في البرازيل غير اليوم. نعم، كان في امين. شو امين؟ امين كثير. ايه سبحان الله. اليوم لا. كم سنة اشتغلت مسكاتي؟
اشتغلت 5 سنين. 5 سنين بعدين فتحت محل. فتحنا معمل انا وخيي يوسف. معمل بضاعة كلش. كان بيع واحد. كلش. كنبيات. كنبيات. صفيات. ايه صفيات. نعم. الله يبارك فيكم. الله يخليك. وبعد بنسألك شو بنسألك بعد؟ كنت. بنسألك عن الضيعة. كنت. عن الضيعة. الضيعة. من زمان كنت لبيوت هايكي كم كان بيت تقريبا شو كان شو في كم من هالبيت بيت بيت آخر بيار. نعم. لا الكوه لتحت. نعم. كل باع في طاقة 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 على كل بيوت. طاقة 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 على كل بيوت. هاي كان التليفون. هاي التليفون دبا. يحكوا مع بعضهم. الطاقات. نعم. حلو. والماي منين يجيبوها؟ ماي من العيون. في عيون هون بالضيعة؟ نعم تحت. تنزلوا تحت؟ ماشي. عين عزي عين سفرية. بالسيارة؟ أي سيارة. على حمار. على حمار عين عزي عين سفرية. أنا رايح على النهر والله. النهر اللي طاني على المنصورة. النهر المنصورة. يا لطيف. والله رحنا هناك. على الحمار. تجيب ماي. يا الله. اي نعم. وكهرباء كان في كهرباء. كهرباء. يا مع البنورة. لا يومتها ما كانش في كهرباء. ما كانش في كهرباء. على البنورة. على البنورة. يا الله يحييكم. طيب. هذه مقابلتنا تقريبا خلصت. شو بتقول لنا هاي؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك. وشكرا. والله يرضى عليك ويوفقك لما يحبه ويرضاه. الله يحفظكم ويبارك فيكم ويجزيكم الخير. الله يخليك. وطمرتونا بحسن الضيافة وبهالنفس الطيب وبهالذكرى الحلوة. الله يخليك. والله يحفظنا وياكم ويحفظ ذريتك. امين. ويديم علينا وعليكم الصحة والعافية. الله يخليك. السلام عليكم. الله عليكم السلام. حياكم الله. هذا حسين بن علي الصيفي من انا من السلطان يعقوب فوقه من قناة حسين صيفي.